السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في شيوات ام سيف. اليوم بغيت نحضر لكم لازانيا كيفما شفتوا. المهم ها هي لازانيا، كتباع في المحلات الكبرى، مرجان، سوبر مارشي. المهم كل واحد من كياخذها، انا كناخذها من مرجان. عندي هنايا باكيه لازانيا فيها 500 غرام، عندي هنايا جوج حبات مطيشه حكيتهم ودرت لهم معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. عندي هنايا بصله شلطة رقيقة، عندي هنايا نص كيلو ديال الكفتة، كل واحد يقدر اللي بغا. أنا درت الكفتة ديال البقري، واللي عنده متواجدة أي كفتة ديال لادان ديرها ماشي مشكل. عندي هنايا الخرقوم البلدي معلقة كبيرة، عندي هنايا كل حاجة غادي ندير ليها العطرية ديالها من هنايا معلقة معلقة. عندي سكنجبير، عندي البزار، عندي التحميرة، عندي القزبر ومعدنوس مليحة، ثومة بودر ولا كان في الطريان ماشي مشكل، وعندي الزيت البلدية للتشعار. بسم الله، دابا غادي ندير لازانيا في الماء سخون كي اللي كيسلقها. لازانيا في الماء سخون كي اللي كيديرها يسلقها في الكاسرونه ويديرها طيب. انا كنخوي عليها غير الماء طيب بهذا الشكل. يلا ندير شويه الزيت باش ما تلصقش ليا اي زيت. انا واجده حدايا البلديه درتها ماشي مشكل باش ما تلصقش مع بعضياتها حيت كيتلاصقوا. غادي نشحر البصله مع الكفته بهذا الشكل. درت غير بصيله وحده، كندي البصله نطيحها شويه، عاد كندير الفوق من الكفته. دابا من بعد ما طيحنا هاد البصيله كنديروا الكفته ديالنا هكا بهذا الشكل. دابا غندير التوابل، ندير شويه ديال التحميره، معلقه صغيره، غندير معلقه صغيره ديال الخرقوم بلديه، غادي ندير سكنجبير، البزار عفوا البزار غير نص معلقه، ها البزار حار، نص معلقه ديال سكنجبير، وندير الثومه بودر. نديرو المليحة ديالنا، ندير قزبر ومعدنوس، صافي. دابا غادي نشحرو الكفتة مزيان حتى تشحر لينا، من بعد غادي نشحرو مطيشة. يلا بقاو معايا بما تشحرت الكفتة. دابا الكفته ديالنا تشحرات، غادي نديروها في واحد الطنسيل بما شحرنا مطيشه. يلا ها معنا هي نشفات، كتشحر تولي ناشفه على هذا الشكل كما شفتوا. يلا دابا غادي نشحروا المطيشه كما شفتوا، هي هادي حتى هي. غادي ندير لها التوابل بحال اللي درت الكفته، كزبر ومعدنوس، ندير الخرقوم بلديه، ندير شويه التحميره، ثومه معلقه صغيره، معلقه البزار تا هو نص معلقه، سكنجبير هكاك، ندير الملحه، ندير الثومه،
دابا مطيشه ديالي كتشحر كيف ما شفتو ناشفه، غنزيد واحد شويه الماء. عرفتو مطيشه الحب كتكون ناشفه. دابا تجيني لاصوص صافي. دابا نخلي مطيشه تشحر. يلا دابا من بعد ما تشحرت لي مطيشه كنزيد عليها ديك الكفته اللي شحرت، كنجمع كلشي في دقه بهذا الشكل. الريحه طالعه غزاله هاد الريحه. وما قلتش لكم انا درت شويه الزعتر، كتحكوا شويه الزعتر في المطيشه على هذا الشكل هذا صافي. دابا من بعد ما خلطتهم كنطفي البوطه. دابا غادي ندوز نصوب البيشاميل، صوص بيشاميل. يلا بقاو معايا. دابا من بعد ما صوبت البيشاميل، ها هي ديالنا البيشاميل. ما بغيتش نوري عليكم حيت دايرها في القناه عندي، كاين في الرابط، باش نضيع بها الوقت. كيف ما شفتوا لازانيا ديالي كنسرحها هنايا على هذا الشكل، حيت انا مول فان ديال المول مربع، درت المول ضير صافي. تندير هذه الكفته على هذا الشكل بحال هكا. نسرحها على المول. عندي هنايا الفرماج وموتزاريلا حكيتهم، كنخلطهم، كندير شويه هنا الوسط هكا. تندير البيشاميل، صوص بيشاميل، ها هي اللي صوبت على هذا الشكل. هاد الاكله ايطاليا كتجي زوينه، كيبغيوها الوليدات وكلشي، غير جربوها غتعجبكم ان شاء الله. من بعد كنجيب لازانيا ديالي ملي حيدتها من الماء، درتها في واحد الزويف باش تنشف. كندير هكا على هذا الشكل هكا، ونقطع ثاني الطريفات هكا. هنايا دابا غادي نكمل هاد الكفته اللي بقات عندي هنايا، حطيت هي نوزعها هكا على البلا كامل بحال هاد الشكل. انا درت غير جوج طبقات، اللي بغى يدير ثلاثه طبقات كيجيو. دابا غادي نسرحها هكا فوق الكفته. هذيك البيشا، هذيك لازانيا، درت هاد البيشاميل من الفوق على هذا الشكل كامل. هادشي اللي بقى ليا نديرو. دابا كندير هاد الفرماج هكا على هاد الشكل. درت الفرماج وموتزاريلا باش تجيني معلكة، كتجي معلكة هيايا. كنزيد شوية الفرماج مزال. من بعد غادي ندخلها الفران، نشعلها الفوق والتحت ان شاء الله. كيفما شفتوا البنات، هي لازانيا ديالنا طابت. دابا غنقطعوا منها واحد المورسو. عاودي عاودي، ها هي لازانيا ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي غزاله صدقوني كيفاش كتجي، كتجي رائعه. جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله، والوليدات حتى هما كيبغيوها. وكنشكركم بزاف، وكنشكر لي كومونتير ديالكم، وكنشكر الناس اللي كيتابعوني. ونتمنىكم ديروا لي لايك، واللي ما مشتركش عندي يدخل عندي القناه. مع السلامه، مع وصفه اخرى ان شاء الله.